صباح الخير يا شباب. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع تاني فيديو. أول بس معلومة يا جماعة، المنهج مرتبط ببعضه، يعني ما ينفعش تخش تاني فيديو وانت ما ذاكرتش الأولاني، فخاصة الجزء اللي هو بعد الميد ترم في المنهج لازم على طول تذاكر الحتة دي، بعد كده الحتة اللي بعدها، بعد كده الحتة اللي بعدها، ما تحاولش تخش في الآخر لأن كلها سلسلة مرتبطة ببعض. اوكي، طيب احنا في الاول بس كده هندي نوتس عن المرة اللي فاتت، وبعد كده هنخش في الجديد، وده برضو اللي انت المفروض بتعمله، اللي انت بتحاول كده تاخد بصة على القديم قبل ما تخش في الجديد. اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت، خدنا حاجة اسمها الكونسومشن، اللي هو الاستهلاك، وقلنا الكونسومشن بيساوي A plus بي واي. ال A ده أي رقم ثابت، عشان يقول إن A ما ينفعش الاستهلاك يكون صفر، ففي رقم ثابت بنسميه autonomous، ثابت أو مستقل، يكون ممكن يكون 100، 200، 300، 1000، أي رقم. ال Y اللي هو الدخل، وال C اللي هو ال consumption، وهنا في علامة بلس، وإن كل ما الدخل هيزيد ال consumption هيزيد، كل ما الدخل هيزيد هتعرف تشتري سلعة أكتر. طب بس هنا في ال B دي، قلنا إيه ال B دي؟ كل ما الدخل هيزيد انا هشتري سلعة اكتر، بس هصرف الفلوس كلها؟ قلنا لا، انت بتاخد جزء بس تصرفه، الجزء اللي انت بتصرفه ده هو اللي احنا سميناه MBC، Marginal Propensity to Consume، الجزء المقطوع من الدخل اللي بتعمل بيه consumption. اوكي، قلنا ال MPC لازم تكون بتاخد اي قيمة ما بين 0 ل 1، ما بين 0 to 1. طيب وانا بعد كده ممكن ال consumption ده احوله ل saving، فال saving بتساوي negative a plus 1 minus b y. ايه ال negative a دي؟ ما احنا قلنا لو انت ما عندكش دخل وعمال تستهلك، يعني حصل حاجة كده خلت الدخل بتاعك ايه، يتقطع، ال income بزيرو، ولسه عمال تستهلك تجيب سلع وخدمات عشان تكفي معيشتك، هنجيب الفلوس دي منين؟ من مدخراتك، فمدخراتك هتقل، فدي علامة النيجاتيف دي بنسميها ديس سيفنج، إن أنت بتسحب من مدخراتك. إيه الـ 1 ماينس بي ده؟ ما أنت بتاخد من كل دخل بتاخد منه حتة اسمها بي بتعمل بيها كونسامشن، يعني مثلا نفترض إن الـ MBC مثلا 0.7، يعني كل جنيه داخلك بتاخد منه 70%، أو بتاخد منه 70 قرش تعمل بيها consumption. طب الباقي، باقي الدخل اللي جالك بعد ما صرفت ده هتعمل بيه، هتعمل بيه saving. فقلنا الرقم اللي جنب ال y في معادلة ال saving سميناه MBS، هتبقى 0.3 مثلا. فقلنا أول قانون هيطلع بيه إن لازم ال summation بتاع ال MBC plus MBS لازم يساوي 1. حلو كده. طيب في حتة برضو نوت كده ايه، سبتها للفيديو ده عشان ما يتلخبطش، يعني ما يبقاش في معلومات كتير في الفيديو اللي فات. حاجة اسمها الافريج، فعندي حاجة اسمها ال APC، ده بنسميه average propensity to consume، متوسط الاستهلاك، ده بيساوي ال C over Y. وعندي حاجة اسمها ال APS، average propensity to save، متوسط الادخار، ده بيساوي ال S over Y. يعني ايه متوسط الاستهلاك؟ النسبة اللي انت بتستهلكها من دخلك، يعني مثلا انا دخلي 1000 جنيه، بصرف 500، معايا دخلي 1000 جنيه بصرف 500، كده كأني بصرف نص دخلي، 50%. حلو. طيب كل ما الدخل هيزيد، ركزوا في السؤال ده، كل ما الدخل هيزيد النسبة اللي انت بتستهلكها من دخلك هتزيد ولا تقل؟ معايا؟ انا بتكلم عن النسبة مش الرقم، النسبة معايا. يعني مثلا بقول لك 1000 جنيه بصرف 500، طب انت مثلا دخلك بقى 1000000 جنيه في الشهر، بقيت تصرف مثلا منهم 100000 جنيه، انت كرقم بتصرف اكتر، بس النسبة اللي انت بتصرفها من دخلك هتكون اكبر ولا اقل؟ اقل. يعني انت كل ما دخلك هيزيد النسبة اللي انت بتستهلكها من دخلك بتقل، بالعكس الواحد الفقير مثلا، واحد فقير معهوش فلوس،
دخله نقول مثلا 300 جنيه في الشهر، تفتكر ان هو يعني بيصرف جزء كبير ولا قليل من دخله؟ اكيد بيصرف جزء كبير جدا، لان هو دخله قليل فاللي جاي على قد اللي رايح يعني. يبقى اذا كل ما الانكم هيزيد الـ average propensity to consume مالها بتقل. لو جبناها من ناحية السيفنج هتبقى أوضح أكتر، يعني من ناحية الكونسومشن فيها تفكير ولف الدماغ كده، بس من ناحية السيفنج مين عنده قدرة على الادخار أكتر؟ الغني ولا الفقير؟ مين عنده higher average propensity to save؟ أكيد الـ higher level income. معايا الكلام ده؟ هتلاقوه في الورق معمول بجدول للإثبات، يعني عامل لك جدول كده بالأرقام عشان يثبت لك العلاقة دي، بس يعني خدوها كده بالتفكير مش لازم الجدول. يعني إن إيه؟ as income increase كل ما الدخل هيزيد، كل ما الدخل هيزيد ال average propensity to consume مالها هتقل، وال average propensity to save هتزيد. يعني النسبة انت بتسيكل من دخلك هتقل، وقدرتك على الادخار مالها هتزيد كل ما دخلك هيزيد. طبعا as income decrease كل ما الدخل يقل، اعكس الأسهم بقى الناحية التانية. طيب يبقى ده حاجة اسمها ال EPS وال EPC. طيب آخر حاجة قلنا عليها، أنا كده بس براجع الفيديو اللي فات، قلنا اللي في حاجة اسمها investment، وبنتكلم هنا عن حاجة اسمها planned investment. قلنا اللي أنت عشان تعمل أي مشروع أنت بتخطط له، يعني بتخطط له، بشوف أنت ما عايز تنتج كمية قد إيه، وعلى أساس الكمية اللي أنت عايز تنتجها هتحط رأس مال وآلات ومعدات وماشينز وإكويبمنت وبيلدينج والحاجات دي كلها. طب الحاجات دي كلها خلال الفترة مثلا زي سنة أو خلال فترة الإنتاج أقدر أغيرها؟ الإجابة لأ. فقلنا إحنا الإنفستمنت بنفترض إن هو أوتونوموس. كلمة أوتونوموس تاني معناها ثابت أو مستقل، عشان كده بنرسم الإنفستمنت بحط هنا الواي، الواي هي الدخل أو الإنتاج، وهنا الأي الإنفستمنت، فبرسمه إيه؟ هوريزونتال. أوكي، ممكن الاستثمار يزيد أو يقل؟ أه، يعني أنا مثلا ممكن أكون عامل حسابي السنة دي في 2020 أنتج 1000 قطعة، وفي 2001 يبقى أنا 1000 قطعة دول ده الطاقة الإنتاجية بتاعتي خلال سنة 2020. ممكن أعمل حسابي إن في 2021 هنتج 1500 معايا، فأحط الأسمال أكتر وعلى مضادات أكتر، فالإنفستمنت will shift up بس يفضل برضه أوتونوموس، أو الأسمال قلت will shift down بس يفضل برضه horizontal. دي كده مراجعة سريعة على المرة اللي فاتت. طب من أول دلوقتي هتجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا. احنا كل ده عايزين نوصل ليه؟ للإكوليبريم. فاحنا عايزين نشوف حاجة اسمها الإكوليبريم أوتبوت، توازن الإنتاج أو الإنتاج التوازني. يعني إيه الإنتاج التوازني؟ البلد تنتج كمية سلع قد إيه؟ معايا؟ اللي هي المصانع هتنتج كمية سلع قد ايه؟ المصانع هتنتج كمية سلع على قد ما الناس أو على قد ما القطاعات عايزة تشتري. يعني مثلا مصنع بينتج عربيات هينتج كام عربية؟ هنشوف الناس المستهلكين عايزين كام عربية، هنشوف الشركات عايزين كام عربية، هنشوف مش عارف العالم الخارجي للاستيراد والتصدير عايزين كام عربية، وساعتها هنحدد الكمية اللي احنا هننتجها. ده معنى كلمة الإنتاج التوازني الإيكوليبريم أوتبوت. أحدد التوازن إزاي؟ فكنز اللي هو راجل صاحب النظرية قال إن الإنتاج التوازني بيحصل إمتى؟ لما الواي تساوي حاجة اسمها AE. مين الـ AE؟ الـ AE بنسميها Aggregate Expenditures اللي هو الإنفاق الكلي، أو الـ Planned Expenditures يعني الكمية السلع اللي الناس عايزة تشتريها. طبعا كلمة الـ A، أو بلاش كلمة الناس عشان ما بقاش كلامنا يعني محدد على consumption، كمية السلع اللي القطاعات عايزة تشتريها، سواء القطاعات دي consumption أو investment. طب احنا قلنا اللي احنا في النموذج بتاعنا الأولاني البسيط، هنفترض إن مفيش حكومة ومفيش عالم خارجي. طالما مفيش حكومة ومفيش عالم خارجي، يبقى القطاعات اللي بتشتري سلع هي مين؟ Y equal C plus I اللي هما consumption و investment بس، أفراد وشركات بس. يبقى إذا مثلا نفترض المستهلكين عايزين مثلا 1000 عربية، الشركات عايزة مش عارف 500 عربية، تمام؟ يبقى إذا المصانع إيه هتنتج 1500. ده يعني توضيح الفكرة بس مش أكتر، بس طبعا إحنا مش بنتكلم على سلعة واحدة، إحنا بنتكلم على كل السلع. طيب هو في حاجة إحنا كده
لازم نفتكرها من مايكرو، حاجة لازم نفتكرها من مايكرو. يا ترى احنا بنصحى من النوم نلاقي الدنيا في حالة توازن والأسواق مستقرة وكل السلع اللي احنا انتجناها بعناها الحمد لله مفيش ولا نقص ولا زيادة ولا أي حاجة والدنيا كده لذيذة كده، بنصحى من النوم نلاقي كل حاجة ستيبل كده؟ الإجابة لأ، ممكن كان السوق يكون في حالة نقص أو حالة زيادة. فاكرين كده في المايكرو الترم اللي فات حاجة اسمها شورتج أو سيربلس، فممكن يكون حصل زيادة ونقص. فزيادة ونقص دول مالهم؟ قعدوا كده يتفاعلوا مع بعض لحد ما وصلنا في الآخر للإكوليبريم. بإذن احنا بنوصل للتوازن بعد adjustment سواء على مستوى المايكرو أو على مستوى الماكرو. عشان تفهم الموضوع ده ما تنساش ان الواي هي مين؟ الاوتبوت، الاجريجيت اوتبوت معايا، والسي والاي دول مالهم؟ الاكسبنديتشرز او الايه، السبندنجز. طيب فتعامل مع الواي كانها مثلا السبلاي اللي هو انتاج المصانع السبلاي، وتعامل مع السي والاي كانهم الديماند معايا، مكان الواي دي سبلاي وكان السي والاي مالهم الديماند. الحالات اللي احنا ممكن نكون فيها، بنكتب مع بعض يا جماعة. اول حاجة افرض ان الواي less than سي بلس اي، يعني الطلب على السلع اكتر من اللي المصانع انتجته. يعني مثلا بننتج سكر ولا قمح ولا منتجات غذائية ولا مش عارف ايه، احنا انتجنا مثلا 2000 والناس عايزة 3000، 3000 طن. حلو، ده معناه ايه؟ ان البضاعة اللي في السوق مش مكفية ايه الديماند، الاجريجيت اكسبنديتشرز دي، فالبضاعة عمالة تتسحب من المخازن معايا. يعني ان ايه، انا لو عندي مثلا مصنع منتجات غذائية او مش عارف عندي ايه، خلال فترة الكورونا دي مثلا لقيت البضاعة عمالة ايه تتسحب بسرعة كده والمخزون عمال ينقص عندي، فبنسميها اللي انت كده عندك في الحالة دي عندك شورت فول اوف انفنتوري، عندك نقص او انخفاض في الانفنتوري. طبعا الانفنتوري اللي هو ايه، المخزون بتاعك، او بنسميها اللي انت عندك ان بلاند انفنتوري بالنيجاتيف. يعني نفس الكلام، كان في شورت فول في انفنتوري مثلا، كان انا انتجت بقول لكم 2000 طن والناس عايزه 3000، فعندي نقص 1000 طن كده، ان بلاند انفنتوري نيجاتيف. انا عامل حسابي على 2000 والناس كانت عايزه 3، ففي 1000 نقص، ده نيجاتيف انفنتوري او نقص في المخزون. طب رد فعل المصانع ايه؟ المصانع شايفه ان كل البضاعه بتتسحب من السوق ولسه الناس عايزه اكتر. رد فعل الشركات ايه؟ ان هي هتعمل ايه في الانتاج؟ تعلي الانتاج. يبقى ايه؟ firms will increase output، الشركات هتفضل تزود في الانتاج لحد ما نرجع لفين؟ لل equilibrium. طب افرض العكس، افرض ان ال y more than ال c plus i، يعني الانتاج اكتر من المطلوب في السوق. تخيل بقى العكس بقى، احنا انتجنا كميات كبيرة مثلا. يعني الموضوع ده دلوقتي في السيارات، في العربيات في مصر، لو حد ملاحظ سوق العربيات في مصر هتلاقي ان العربيات كلها عمالة يتعمل عليها تخفيض تخفيض، والعربيات بتنزل ب20,000 كده كل شهر ولا كل اسبوع في ازمة الكورونا دي. اشمعنى؟ عربيات نزل منها موديل 2019 كان في حملة خلايا تصدي، ونزل بعد كده موديلات 2020، وطبعا حصل الكورونا والقصص دي، فبرضه الناس مش مقبلة على شراء العربيات. ف عندنا كمية مخزونة، مخزون كبير جدا من السيارات متباعش معايا. طب رد فعل الشركات أو المصانع ايه؟ احنا عندنا مخزون ما بيتباعش، يعني عندنا حاجة اسمها accumulation of inventory. ده بالظبط اللي بيحصل في السيارات دلوقتي في مصر، يعني في تراكم في المخزون، أو بنسميها unplanned inventory positive. يعني برضو في زيادة في المخزون ما كناش عاملين حسابنا عليها نتيجة أي ظرف في البلد. طب ما إيه السلعة عمالة تتراكم في إيه في المخازن، الشركات تعمل إيه؟ تزود ولا تقلل الإنتاج؟ رد عليا. ها فيرمز ويل إيه؟ رد عليا، فيرمز ويل ها decrease output، الشركات هتقلل في الإنتاج.
لحد ما نوصل تاني فين؟ للإكوليبريم. طيب عند الإكوليبريم، عند التوازن، أنتجنا 2000 والناس عايزة 2000، في شورت فول نو ولا أكيميليشن، ساعتها دي حالة الإكوليبريم، وساعتها الـ Unplanned Inventory يعني الجزء الـ Unplanned أو الغير مخطط هيبقى إيه؟ زيرو، يعني إيه؟ ولا positive ولا negative. أوكي، بدي فكرة الـ Adjustment to Equilibrium اللي ممكن يعني يعمل شورت فول، وساعتها رد فعل الشركات الفيرمز هيبقى ايه، ولو في اكيميليشن رد فعل الفيرمز هيبقى ايه. كل ده بس عشان اشرح لك ان ده قانون التوازن. دلوقتي دورنا ايه بقى؟ دلوقتي دورنا ان احنا نشوف ازاي نجيب التوازن ده بثلاث طرق. معايا؟ هنجيب التوازن بثلاث طرق، مرة باستخدام تيبل، مرة باستخدام جدول، سوري تيبل ماشي، مرة باستخدام equation، معلش يا جماعة بعمل فيديو الفجر، مرة باستخدام تيبل، مرة باستخدام equation، مرة باستخدام جراف. يبقى تيبل equation جراف، تيبل equation جراف. اوكي، طبعا التلاتة مرتبطين ببعض، يعني تحبوا نبتدي بإيه؟ مش هتفرق. طب هنبتدي بالتيبل. هنبتدي بالتيبل، هنحط أي أرقام، أدي مثلا واي سي أي ماشي، نحط مثلا 100 175، هنفترض الانفستمنت ثابت ب25. اوكي، نحط هنا مثلا مية وخمسة وعشرين، وهنا مثلا نحط 200، هنا مثلا 200، أو مثلا 225، أي أرقام أنا بألفها يعني. نحط هنا مثلا 275، وهنا 300، نحط مثلا هنا 400، مثلا 300، أي حاجة. تمام. طيب احنا عشان نجيب التيبل ده، احنا أنا مديك تيبل في الواي والسي والآي. أوكي، وقال لك هات الإيكوليبريم، بتعمل ايه؟ هتزود انت كولم، انت بتزود الكولم ده بنفسك، والكولوم ده تحسب فيه الـ AE اللي هو الـ Aggregate Expenditure اللي هو بيساوي ايه في الحالة دي؟ C plus I. معايا؟ يبقى أنا هزود كولوم أحسب فيه الـ Aggregate Expenditure اللي هو ايه؟ C plus I. طب يبقى هجمع الرقمين دول مع بعض، يعني مثلا هعمل 175 زائد 25 هيطلع لك بيساوي 200، تعمل 200 زائد 25 هيطلع لك بيساوي 225، هتعمل 225 زائد 25 هيطلع لك 250، هتعمل 275 زائد 25 هيطلع لك 300، هتعمل 300 زائد 25 هيطلع لك 325. عملت ده زائد ده، ده زائد ده، وبجمع بقى. اوكي، طيب بعد ما تكون خلصت الجدول هتشوف امتى الواي ساوت الاي اي، عند مستوى دخل كام. يبقى انا بشوف امتى الواي ساوت الاي اي، تمشي كده تفضل بقى تبص كده يعني في نفس الرول لحد ما تلاقي عند ال 300 وال 300 دي. معايا؟ يبقى هو هيحصل عند 300 وال 300، ده اللي احنا بنسميه ال equilibrium output. طب الطريقة التانية using equation، ومش عايز اكتب الصفحة لان هربط التيبل بالequation دلوقتي، فركز معايا عشان عايزين نعمل اثبات لقانون تاني. الإيكويشن مثلا بقول لك إن C بتساوي مثلا 100 plus 0.75 y، وإن ال I بتساوي 25. حلو كده، وبرضو اداك الإيكويشن وقال لك هات الإيكوليبريم ليفل أوف أوتبوت، ماشي، هات الإنتاج التوازني. طب بعمل إيه؟ بحط القانون بتاعي.
انا عايز احسب ال aggregate expenditure اللي هي بتساوي ال aggregate expenditure سي بلس اي. طب ال aggregate expenditure كده هنزل ال equation بتاعة ال سي وهنزل الرقم بتاع ال اي، يبقى بتساوي ايه؟ 100 بلس 0.75y بلس ال اي اللي هي كام؟ 25. اوكي انا نزلت بس الارقام دي حطيتها جنب بعض، ده رقم لوحده اهو 25 وده 100 برضو لوحدها، اجمع الرقمين مع بعض يبقى الاي اي بيساوي كام؟ 125 بلس 0.75y. جميل. طيب احط بقى شرط التوازن. شرط التوازن ايه؟ ان الواي ايكوال اي اي معايا. طيب يبقى ال y equal 125 plus 0.75 y. انت your target في المعادلة اللي انت تجيب ال y دي لوحدها، تجمعهم كده في حتة مع بعض، فال 0.75 y دي هتروح الناحية التانية. بس احنا ما ننساش لما بنيجي ننقل الحاجة الناحية التانية بنغير الساين. يبقى اذا انا المفروض ايه؟ ال 0.75 دي y هتروح الناحية التانية negative 0.75y، يبقى هنا y minus 0.75y بيساوي 125. جميل. طيب هنا كأنك بتعمل 1 minus 0.75 اللي هي دي، يبقى هنا بيساوي ايه؟ 0.25y بيساوي 125. عايز تجيب ال y لوحدها خالص تقسم الطرفين على 0.25 هيطلع لك ال y بتساوي 125 على 0.25 كأنك بتضيف في 4 يعني، يبقى كده بيساوي 500. مية في أربعة 425 في أربعة، يبقى كده 500. جميل. ده ازاي بجيب الـ equilibrium using equation. حطيت الـ C plus I وخليت الـ aggregate expenditure بيساوي الـ Y وجبت الـ Y لوحدها. طب أنا ممكن أجيب التوازن بطريقة تانية، فأنا عندي إثبات لقانون تاني. إيه القانون التاني؟ فاكرين إحنا قلنا الـ Y دي ممكن أبصلها من ناحيتين، ممكن أبص من الـ Y دي ناحية إن هي إنتاج، فقلنا الإنتاج اللي أنت إيه بتعمل بتنتج اللي بيساوي C plus I صح؟ ده لو بصيت لها من ناحية إن إحنا مصانع بتنتج اللي يكفي الـ consumption plus investment، أو ممكن أبص على الـ Y دي من ناحية إن هي دخل، إحنا قلنا الإنتاج والدخل بالنسبة للإقتصاد وجهين لعملة واحدة. طب الدخل لو قلنا بنعمل بيه إيه؟ بنعمل بيه consumption plus saving. هتقول لي هي لفة كده؟ ما هي دي دايرة والدايرة دي لفة كده، إنتاج بننتجه والإنتاج ده بيروح لناس تصرف الفلوس اللي مش عارف عملتها وتدخل شوية وهكذا. تلاحظ ان ممكن في حاجه تروح مع حاجه، فيبقى لي قانون تاني ان شرط التوازن ان السيفنج يساوي ال انفستمنت. عندي شرط تاني للتوازن ان الادخار يساوي الاستثمار. دي حاجه لازم تكونوا عارفينها كده على مستوى البلد يعني، ان شاء الله لما تيجي تشتغلوا في البنوك كده وتكبروا. منين الاستثمارات بتمول؟ يعني الاستثمارات على مستوى البلد كلها، رجال الاعمال والكومباوند اللي انت بتشوف الاعلانات بتاعتها في التلفزيون والقصص دي كلها، منين بنجيب فلوسها؟ معظم الفلوس هتقولي بتيجي من البنوك. طب البنوك منين بتجيب فلوسها؟ من ادخاراتنا. فاحنا بنشوف ان الادخار هو يعتبر الممول للاستثمار، او السيفنج هو يعني بيضخ في الانفستمنت، فده شرط تاني للتوازن او الاكوليبريم اوتبوت. طيب تعالى نتاكد من الشرط ده في المعادلة. جبنا الانتاج ب500 اهو، تعالى نتأكد من الشرط ده، احنا لو جربنا طريقة تانية هتوصلنا لنفس النتيجة. اوكي طب ممكن تحول لي consumption دي لسيفنج؟ عايز احول معادلة consumption لسيفنج. فاكرين consumption بيساوي 100 plus 0.75y، 100 دي هنخليها كام؟ negative 100 plus 0.75y تبقى كام؟ plus 0.25y، هعمل 1 minus 0.75.
تعال نطبق الشرط التاني اللي لسه كاتبه ده اهو. الشرط ده ان السيفنج يساوي الانفستمنت. طب تعال نعمل كده بقى. يبقى الشرط التاني ان السيفنج يساوي الانفستمنت. جميل، احنا جبنا معادلة السيفنج اللي هي نيجاتيف 100 بلس 0.25 y، والانفستمنت اللي هو جيبن عندك بكام؟ ب25. دي نيجاتيف 100 هتروح الناحية التانية تبقى بال positive، يبقى 0.25 y هيساوي 125. هتقسم 125 على 0.25 y يطلع لك الواي بتساوي 500. يبقى this is how to get a equilibrium using two methods أو two approaches. اوكي، طبعا الاتنين لازم يدوك نفس النتيجة، لو يدوك نتيجة مختلفة يبقى انت في حاجة منهم حللها غلط. طب تعالى الكلام ده، شايفين اللي انت كتبته ده، خليه جنبك على جنب عشان هنرسمه. اوكي، يبقى انا عايز ارسم المعادلات دي، اعملها كده اهو. هنا ايه جراف، اول حاجة عايز ارسمها الطريقة الاولانية دي، ادي واي واي دي اي اي. انا عايز ارسم الطريقة الاولانية في الاول اللي هي طريقة ان الواي يكوال اي. قلنا دايما بنرسم خط طالع من اوريجين اسمه خط ايه 45 ديجري لاين، وقلنا ده دايما برمز لمين؟ للواي. بعد كده انا عايز ارسم الاجريجيت اكسبنديتشر، لكن الـ aggregate expenditure كانت معادلتها ايه؟ الـ aggregate expenditure كانت بتساوي 125 plus 0.75y. معايا؟ طب ما تيجي نرسم الـ aggregate expenditure. لو حطيت في الـ aggregate expenditure، لو حطيت الـ y بزيرو، الـ e هتبتدي منين؟ من 125. هنا في علامة بلس، يعني كده احنا لازم نرسم الانفاق الـ aggregate expenditure ماله upward، لأن طبعا كل ما الدخل هيزيد أكيد الانفاق بتاع المجتمع ماله هيزيد. برسم كده الـ aggregate expenditure. انت الخطين تقاطعوا مع بعض عند النقطة دي اللي هي عند كام؟ 500. طب هنا تيجي ملاحظة، أنا الخط الأحمر طبعا أنت لازم ترسم بالألوان عشان تفتكر القصة دي. الخط الأحمر ده مين؟ خط 45 اللي هو بيرمز للواي الإنتاج أو الدخل. الخط الاسود اللي هو خط الانفاق اللي هو بيرمز لكميه السلع اللي احنا عايزين نشتريها كمستهلكين او استثمار وشركات. طب قبل ال 500 دي، قبل التوازن، مين اعلى من مين؟ الخط الاسود اعلى من الخط الاحمر، يعني الاجر اكسبنشر اكبر من مين؟ اكبر من الواي. فاكر احنا لسه قايلين عليه من شويه، يعني احنا عايزين نشتري سلع اكتر من المصانع انتجت، الانفاق اكتر من ايه؟ من الانتاج. طب ده يخلي مصانع تعمل ايه؟ تزود من الانتاج. طب هتفضل تزود لحد ما توصل لفين؟ لل equilibrium. طب افرض احنا انتجنا بعد نقطة ال 500 دي، انتجنا مثلا 700، انتجنا اي رقم بعد 500، هتطلع كده هيبقى مين اكبر من مين؟ الانتاج اكبر من ال aggregate expenditure. احنا لو انتجنا اعلى من النقطة دي يبقى كده الانتاج اكتر من الانفاق، يعني انتجنا كميات اكتر ما الناس عايزة. طب قلنا ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها الانتاج هيفضل يقل لحد ما يرجع تاني فين؟ لل equilibrium. يعني انا بس هدفي من الرسمة ان انا اثبت لكم الحتة اللي احنا عملناها دي، اوكي، اللي هو ال adjustment to equilibrium. طب تعالى نرسم ال condition التاني. ال condition التاني ان ال saving تكون equal investment، صح؟ مش ده ال condition التاني؟ ال second condition. طب هرسمه، ادي واي، واي دي السيفنج، واي دي الانفستمنت. طب الانفستمنت كان بيساوي كام في الارقام بتاعتنا؟ كان بيساوي 25. احنا قلنا الاستثمار بيترسم هوريزونتال، يبقى ادي الانفستمنت اهو هرسمه بالاحمر 25. لو حبيت ارسم معادلة السيفنج، السيفنج بتساوي نيجاتيف
مية بلس 0.25 يبقى أنا السيفنج لو حد مذاكر المرة اللي فاتت السيفنج بتطلع من النيجاتيف، هتطلع من نيجاتيف 100 وهتفضل تزيد كده. دي السيفنج اهي. امتى السيفنج تقاطعت مع الانفستمنت عند النقطة دي اللي هي أكيد نقطة مين؟ الإيكوليبريم اللي هي برضو كام؟ 500. But this is how to draw mean the saving and investment اللي هو second approach. جميل. كان احنا يبقى خدنا ان انا اجيب التوازن. طبعا هما مش ثلاث طرق معناهم ان هما مستقلين عن بعض، لا ده هو يعني ايه، ممكن يجيب لك سؤال equation وبعد الايكويشن ترسمها، بس طبعا امتحان اونلاين والكتروني فمفيش رسم بايديكو، بس يعني هو ممكن عادي يديك يعني يديك equation ويطلب لك في التشويسز تجيب الانسر على طول عادي مش قصه يعني، برضه او يديك جدول وتطلب برضه الانسر في تشويز. بس الجرافس خلينا عارفينها برضه ايه مهمه. طيب كده ده how to get the equilibrium.